عميد وماجدة وغيرهم درجة. فيعني اللي ما بيشتغل بيده وما راح يعرف يشتغل مستعد يعطيه صفر دايركت، يعني ما عندي مشكلة. سويتها وياكم واتوقع المفروض تعلمتوا الدرس. واللي اشتغل اخذ درجة كاملة بكل بساطة. الأسئلة سيمبل وبسيطة. الأكسل مو سهل، الأكسل أصعب من الباوربوينت بحوار. والأكسل لازم تاخذ إيدك عليه. إذا ما تاخذ إيدك عليه حتقوم تخربط وما راح يعني تشتغل بالشكل الصحيح. وأنا بالبداية استخدم شاك ستيب باي ستيب، لأنه بعدين حنمشي فورمولا ومعادلات وشغلات راح تصير العملية معقدة أكثر. إذا أنت من البداية ما جاي تميز بين الورك شيت وبين الورك بوك، وشلون تفتح شيت، وشلون تغير بالاسم ماله، وشلون تسوي كوبي وبيست، وشلون تمبلت تفتح، بعدين الأمور الأخرى حصلها كلش صعبة. أوكي، ف من المحاضرة الجاية راح يكون مادة الأكسل الإلكتروني تحضرون وياكم حاسبات. راح نشوف المادة شوي شوي، تحضر وياك حاسبتك وتطبق وياك. ما عنده حاسبة صدقوا. أصلا راح أنزل لكم اليوم سؤال كويشنير، خلينا نشوف شو واحد ما عنده حاسبة وشو واحد ما عنده حاسبة. وأنا سيدي أحكي بشكل جنرال، ما أحكي على فد فيرجن معين. أهم شيء تطبقوا. باي ذا واي، حتى الأكسل اللي ما عنده مايكروسوفت أكسل يقدر يستخدم جوجل شيت، هو نفسه هذا فري موجود للجوجل، نفس التكنيك تقريبا. يعني اكو اختلافات اي، بس يعني نفس الفكره والشغلات اللي حتطبقوها هناك ممكن انا تطبقوها بالشيت مع اختلافات بسيطه. المحاضره اللي فاتت اخذنا نعم فقط تطبيق الاوراكل ام سي كيو امتحان لا ما راح اجيب ام سي كيو، خاف ساعدتكم هذاك السمستر، السمستر ما راح اجيب ام سي كيو. بجوز اجيبه، بس اذا اجيبه ما راح يكون سمبل يعني مثل هذاك. يعني خليه اسوأ من التطبيق، فهمتني؟ بعد يعني انا اذا احس على اعداد الحضور مالكم راح اتعبكم. اذا بقيت في المستوى مال الحضور راح اتعبكم بالامتحان، كلش راح اتعبكم. فانتو اتس اب تو يو جايز. ماكو حضور ماكو هاي، ولو وياها تنزل انذارات يعني ما ادري بعد. هي الحضور عليه 5 درجات، واللي عندي غايب اكثر من 3 محاضرات يحلم ياخذ اكثر من واحد بالساعه، يحلم يعني درجة تحت واحد من 5. اول شيء ضيع يعني ضيع لي 4 درجات. اللي غايب اكثر من 3 محاضرات بالسمستر عندي الى حد ما تقدرون تتابعون الانذارات مالكم، يعني هي راح تجي يحلم ياخذ اكثر من 1 من 5. هاي واحد راحت، 4 درجات هاي راحت له من 100، يعني راح يقاتل من 96. اوكي، يعني هاي المحاضرة، هذا البوك حكينا عنه ذاك السمستر، هاي المادة مالكم. نحن هسه بالشابتر 2، شابتر 1 و 2 نازل بالبروفايل الأكاديمي مالي موجود، تقدرون تسوي له داونلود كل محاضرة. هذا الشابتر راح ناخذ بالمحاضرة اللي فاتت اخذنا شلون كريت الورك شيت ومالتي ورك شيت، وهم ذولين ورك شيت كلهم عبارة عن ورك بوك اللي هو الفايل مالكم اللي جايين تشتغلون عليه، اللي كنا نسميه احنا الورك ستيشن. هالمحاضرة راح ناخذ اوكي اذا انت سويت شيت ايش راح تحط بياناته في هذا الشيء. أهمية تنظيمك للتيبل مالك وللديتا مالك يعني أكثر من أهميتك من أهمية نوعية البيانات مالك اللي أنت حاطها. ترتيبك للتيبل راح يساعدك بالطريقة، ترتيبك للتيبل وإدخالك للبيانات وتنظيمه راح يساعدك، بأنه من خلال أول ما تقرأ التيبل راح تفهمه. هاي واحد راح يساعدك بانه يسوي عليه عمليات اسهل، عمليات رياضيه اسهل. فاذا تيبلك وطريقه ادخالك لك البيانات كانت مخربطه والتيبل مخربط، مثل ما واحد يرسم في الديزاين
واحد يرسم ثاني يعني، واثنيناتهم يسوون نفس البروسيجر، بس واحد مخربط تحس ما تفتهم ايش صاعده فوق نازل نازل، واحد لا تحس السيكونس ماله حلو هيك سهل للعين، نفس الشيء تمام. فحاولوا من تسوون بيانات من ترسمها بدماغك، ارسم التيبل بدماغك شو راح تدخل البيانات شو تريد فيرست نيم لاست نيم ورا الانكم ورا ورا ورا، لو تسوي رو هنا وهناك كولوم نفس الفكرة يعني، من تخلق تيبل فكر شلون تسوي هذا الشيء كلش مهم يعني تنظيم مالك، بناء عليه انت راح تقدر تاخذ البيانات. يعني مثلا اني عندي عمليات حسابيه، اذا هذا عندي هنا اماونت مثلا اللي هو الكوستمر هذا وهذا المانث مثلا، يعني هذا المانث عنده جراند عنده جيت ثيرد داي سكند داي اول نايت جيت اوكي، واذا عندي فد هنا فاكتور مثلا فاليو، يعني فلنفرض فاليو مثلا عندي فاكتور او ويت، نضيف الويت مثلا هذا مثلا نعطيه point one نعطيه point three مثلا انا ايش كده اقول يعني point two point zero five point five مثلا اوكي. اذا اريد اضرب هذا في هذا مثلا واطلع فاينل بكل بساطه اقدر اسوي عمليه اذا هذا بصف هذا مو صحيح، بكل بساطه يعني حيكون حتى اسهل انا بالعين هذا مضروب فيه ويت يطلع فاينل، انما اذا هذا انا هنا موجود هنا مثلا يعني هو ترتيب نفس الشيء البيانات موجوده، اذا هذا مثلا سويت له عددته سويت لك كات وجبت مثلا انسيرت كات سيلز هنا راح يشيل يشوف الفرق بالاوبشنز، طبعا هي اليوم راح ناخذها زين الديفولت صح حلو، من ضمن مادتنا اليوم هي شلون تنقل البيانات، انا هسه دا انقل رو كامل قصدي كولوم كامل اشوفه حددت كولوم كامل وقلت له كات شلون حددته، طبعا المفروض انا ما احكي شنو حددت، يعني انت اذا ماخذ ايدك على على الكيبورد وتشتغل يعني راح تعرف باي ديفولت، يعني هاي تدوس الرايت كليك عليه كات تختار مثلا تجي هنا تحدد وين ما تختار بيست او بيست ديسكربشن بيست تختار انسيرت كات سيلز فراح يشيل كل هن السيلز ويحطها هنا مو بشالهن عملية هذا من نادي حد هنا اوكي بالاكسل انت كلش بسيط تسوي هذا مثلا هذا تقول هذا تقول هو ايكوال عبارة عن هاي القيمة مضروبة ملتبلاي هاي القيمة ويساوي دي. اوكي هاي حلو بس للعين متعبة ترتيبيا متعبة مو مثل ما كانت قبل واحدة بصف ثانية، فهمت الفكرة؟ يعني هذا مضروب بهذا حتى قاعد تشرح انت نفسك حدوك بعد فتره بتقول شنو اوكي ها هذا زين هذا في حاله انت عندك بس رقمين اوكي حيكون عندك سهل، شنو اذا التيبل مالك يجوز ب 7 8 كولومات هي عباره عن بس ارقام هذا ضربته في هذا لا ما ضربته في هذا ضربته في ذاك اوكي، فخليه شيء بصف شيء لشغلات اللي انت حتجري عليهم سيكونس اوبريشنز يعني اللي عندك عليه خليه، فالترتيب جدا مهم شلون مكتبك يكون مرتب من تحتاج ورقه قبل تطلعها من مكتبك مخربط يقعد تقلبه كله بعد ما راح تلاقي الورقه نفس الفكره، يعني صراحة ارجع هنا اوكي ها هنا شوف فرق انا ما هسه من اقول هذا ايكوال اقول هذا هسه ايكوال هاي القيمه مالتبلاي هاي القيمه انت نفس الشيء بس هسه هذا مضروب في هذا اوكي طلع عندي يعني معروف انا قبل راح اشوفه اي ترى هذا عباره عن هذا في هذا في هذا واضحه الفكره طلع انت ممكن تعيدها تعيد التطبيق لو هي الفكره لا التطبيق التطبيق اوكي انا مش هسه الفكره واضحه
ليش قريت لكم؟ هذا هنا موجود الحكي يعني كاتب يعني مهم. انت ترتيب التيبل مالك كلش مهم، هاي هي الفكره، وضعيه ترتيبك للبيانات كلش مهمه. مثلا هنا تخلي الشهر وهنا الفرق ماله، وهنا تبدي بالشهر الثاني وتعيدهن، او تقدر تسويها انه بغير طريقه تعكس الرو كولوم. نجي هسه على التيبل، هسه عندك هذا اريد اضربه في هاي القيمه، بدي اقول هاي فاينل، فاينل هي سيلز فارغه هاي، راح من اريد امسح بيانات ادوس ديليت باي ذا وي، هسه راح اسوي عنده هاي البيانات موجوده، اروح اشر على السيل ادوس ديليت مسح راحت. اريد اسوي فورمولا عمليه ضرب تو سيلز، اجي اقول ايكوال احدد السيلز الاولى، هذا ما راح ياخذ الرقم، راح ياخذ الكونتنت مال هاي السيل. اكو فرق يعني، انا يعني ما دا اضرب ال 14501 عن 98 سنت، ما دا اضربها باي مالتبلاي باي 0.1. هنا دا يقول لي اللوكيشن مال سيلز E3 multiply by cells F3. E come from E column E and 3 come from row 3. See? Row 3 column E E3. Row 3 column G, this is column F. Row 3 column F. So it is F3. So the name of the cell is represented by the name of the column and the number of the row. Or four. Yeah. Now hit enter. I will get the result. I would like to apply the result for all cells. Do I have to do it again? Or there is a way to do auto فول؟ اوتوفول. اوتوفول عندكم اوتوفول مو اللي اقدر اسويها. راح ناخذ هذا الفانكشن هسه اليوم، راح ناخذها اللي هي عندكم 3 ثينكس راح ناخذها اليوم. عندكم اوتوفول، عندكم فول سيريز، اوتو كومبليت، اوكي، عندكم فلاش فول هم موجودة اليوم راح ناخذه. هذني الفانكشنز الموجودة، شوف إذا قلت أنا أوتو فول، أوتو فول معناته أني راح آخذ هاي الفاليو وراح أعيدها نفسها هنا، يعني حتى ما أشتغل على هاي، يعني هسه إذا أقول هنا واحد وأريد أحطها هنا كلهن واحدات، أجي أقول واحد واجي اشر على الكورنر ماله وادوس بلس، شوف عاد لي كلهم واحدات، هاي نسميه اوتو فول. انا ما كتبت شيء، هي سوت اوتو فول. ليش وقف لي حد هنا؟ الرينج مالي مال سيلز الموجوده قبلها يفهم الاكس، قال اوكي انت لي حد هنا. فلهذا مرات انت عندك كوما بتقول اه شنو شو يقف بالنص، تجي تباوع انت هاي السيلز مالك بها امتي فارغه، إذا يباع عنا فارغة موجودة ما في بيانات قبل، واحدة من عندهم فارغة فهو من يوقف يحمل. نرجع نعيد شلون سوينا الأوتوفول. عندك هنا كتبت أنت اللي تريد تكتبه أوتوفول، أوكي، تجي هنا تروح على الكورنر رايت كورنر تلقى علامة الزائد راح تجي على أسهل طريقة، ودوس دبل كليك اللي هو الليفت كليك، هذا تريد تمسحها هاي مسحت، هاي بناء هذا اوتو فيل معناته نفس العملية. اذا انت تسوي دراج اند دروب هذاك الوقت، اذا انا شلت الكنترول
مش هذي يا سنة هولد كنترول، فمش هذي 1 2 3 4، هذا فول سيريز اسمي، هذا فرق يعني. هذا دامشي على سيريز على باترن، عندك في باترن معين فتشتغل عليه هاي الطريقة اللي هو هولد كنترول. ما تريد انت تسوي هولد كنترول يعني، سنة سويت انا عملية انا ابدا احدثها سلكتد مسحته، بجي اقول 1 اوكي، اجي هولد كنترول وامشي 2 3 4 5، هاي حدد لي اياها، هاي اسميها فول سيريز. هنا فرق بين اوتو فول والفول سيريز، ما اريد اريد استخدم الكنترول، اكتب 1 اجي 2 احددهم اثنيناتهم ودكسن وادوس هنا اوكي، ادوس دبل كليك على الزائد بيكون 10 ثواني 3 4 5. فالطلاب دايركت ما شغله ما راح تباوع عليه اذا مو حلاب كان وفاتح الاكسل قاعد تطبق وياي هسه ما راح تتعلم، صعب جدا تتعلم. رجع فرق بين اوتو فولز اوتو، هنا اريد اسوي اوتو سيريز، هاي معادله عندي حلين، يا اما ارجع واقول هاي الطريقه اللي هي الغبيه، ارجع اقول ايكوال البوزيشن الكونتنت مال هاي الخليه الكونتنت، لان هذا قد يكون متغير، انا هذا قد يكون بعدين اجيب من غير فورمولا، وانا ما يهمني رقم، انا يهمني كونتنت مال هاي السيلز. السيلز كل سيلز له اسم، الاسم مثل ما قلنا عباره عن الرو، يبدي بالرو قصدي بالكولوم اي، كولوم نيم اي باه اي الرو، ايش قد ايش قد الرو قولوا لي انا بيا رو هسه اوكي 4 باعه شكونا يا رقم هذا 4 اي 4، معناته انا كولوم اي تقاطع هي اوكي مالتبلاي باي باي منو باي ويت مالي جي 4 هي الكود مالها اف 4 اف 4 بدل لو تكتبوه اف 4 اذا تعرفه تقدر تكتبه يعني، تدوس انتر طلع لك هنا دس الدبل كليك طبق لي نفس المعادله، هم نفس الشيء سوى لي اياها السيريز هنا، لانه انا داشت على فورمولا ما نقل لي بس اقدر انقل اذا اريد انقله، بس اسحب اسوي لي اضرب اطرف راح اسوي لي بس نفس الرقم. فحاليا انا ما احتاج بعد اقعد اكتب، هو سوى لي فورمولا واكتب لي اي 7 اف 7 E6F6، هذا يختلف عن ما اكتب اقول 5599 and 10 cents multiplied by 0.2. اذا اكتبه هنا رقم راح يظل دائما فيكس هذا الرقم، لانه ما دا يضرب الكونتنت مال السيل، ففرقوا هاي بيناتهم. انا مرات من اريد اتعامل ويا كونتنت سيل ويا الكونتنت اوف سيل، او اريد اتعامل ويا كونستنت نمبر اللي هو رقم موجود في خليه واريد اتعامل بس وياها الرقم، يعني اذا تغيرت كونتنت مال الخليه انا ميه. انا اريد انا هي عباره عن ضرب هذا فيها، شوف مفرق يعني مثلا استثناء عباره عن هنا. حتى ليش طلع لي اشاره؟ يقول لي هذا ترى يختلف عن الفورمات اللي قبله، فورماته هو ده يشتغل على فورمات الكونتاكت مانسير. انت هنا جاي تكتب لي شو اسمه؟ جاي تحط رقم اللي هو كونتنت ارقام، هذا 0.1 0.1 وهذا 99 هذا هسه اضعفه واضربها في رقم. هسه اذا انا هذا غيرته 8 وهذا ما تغير، قلت لحظه تغير تغير هذا الرقم
بطيء هنا هذا هنا هسه إذا أجي هنا هذا أغلب أسوي طالع يا رقم بقى شفت الفرق؟ شفت الفرق ولا لا؟ هنا دا أتعامل ويا رقمين دا أضرب رقمين بس فإذا دا غير هنا ما يهم لأن أنا دا أضرب رقم في رقم هنا لا دا أضرب الكونتنت مال هاي السيل ويا هذا الرقم فده يطلع لي هذا فانتبهوا الفرق من دا أقول إي يعني من يعني هاي شنو رقم هاي F E 5 من أكتب E 5 multiply by F 5 مو مثل ما أكتب content مال E 5 multiply by content مال F 5 لأن هذا حيكون رقم ثابت حتى لو غيرت content ثاني هذا مو غيرت غيرت أسجل أسجل ما أقول لك وشي ما راح يتغير هنا الفاي ما عليه هذا ده يضرب رقم في رقم ده يضرب هالقد في هالقد ما له اي علاقه بالاي حاليا لهذا طلع لي ايرور فدائما انتبهوا من تطلع لكم ايرورات شنو معناتها تروحون عليها راح تقرا this format cell different from the formal كاتب لك اياها انا عندي هنا فورمولا هاي فورمولا اللي هي اي هاي مو فورمولا هاي ارقام اللي يقول يابا ترى تختلف اوكي يعني اكو استفسار هذا ترى موضوع مهم يعني ودرك مهم يعني تبوا عليه بالفاينال بالميت بالميت اكثر شيء يعني ايش في شغلات اكو سؤال الو يا دكتور واضح واضح للجميع تمام ايه عرفت الفرق بين اوتو فول وفول سيريز بس شنو الفرق بين اوتو فول وبين فول سيريز؟ الاوتو فول نفس الرقم راح يصير والفول سيريز راح لا حسب المعلومات اللي عندي مثلا بالنسبة للأرقام صارت بالتسلسل زين هي بس أرقام مو بس أرقام هي ليش بس أرقام مو هي العملية مو بس أرقام بس هذا مثلا كان وين مو؟ أي شيء بتسلسل راح كنت هم بجانا اوكي نفس الساعه اللي هنا هذه ست كنترول ما سويت هوت كنترول قبل مره شنو لا اي بدون كنترول يصير فول دون كنترول يصير فول سيريز ويا الكنترول يصير يصير يعني مو لحاسبة يعني ما تبعد كيفكم وهو شوية تحاولوا تعلمونه بقى حدد السيلز تنزل الفيديو بيحدد السيلز هاي طريقة أنا كل سويت كذا أرجع أقدر أجيب منها أقول كوبي كليك بدي عليها نفس الطريقة مال فصل شفتوه أنا بس كتب جانيوري فبراير وافتهم وقام يسوي ديها مارش أبلود هاي بدل ما أسوي الهدروب يعني هاي العملية أنا شنو دايس الدراج أند دروب ده صعب بيدي هاي مرات عندك تيبل بهواية بيانات في مثلا في 200 ريكورد قابل تنزلين لي جوا مثلا 200 هالشكل وظاهر هاي عملية صعبة
واجد هاي ناس صعبة، آخذهم هذول هنا، أجيبهم كوبي، جبتهم هنا، أدوس بس دبل كليك، صح؟ نفس ال نفس البيانات سوى عليها، وقفل بنفس المكان، شفت الفرق؟ لازم تعرف أنت التولز شو وقت تستخدمها. ويا التولز وش وقت تحتاجه تعرف الوقت الأمثل للاستخدام. واضح هاي الطريقة ولا لا؟ لاحظتوا الفرق بالأوتو فول والأوتو سيريز؟ واضح واضح. يعني أنا بكل بساطة كان أقدر أسوي لها دروب، بس جد جاي تطول عندي بالدراج أند دروب، حليتها بس دس الدبل كليك على البلس. راح اعيدها، اخذ الكوبي، شلون اخذ الكوبي؟ اسوي كنترول سي، احدد المكان كنترول سي، اجي ليفت كليك، اجي احدد البيست مالها، هذا انواع البيست اذا فورمولا اريدها، شوف شو النوع، طبعا كل واحد بيست سبيشال سميه فوم، يعني راح ناخذ يعني احوالها نوع اريدها كبيكتشر مهم، وهذا البيست سبيشال هنا تريد بي اوبريشن ما بي اوبريشن، يعني تريد مرات انت بالبيس تسوي فد اوبريشن تضربه في رقم معين وتنزله، او تريد بالبيس تطبق عليه فورمولا معينه وتطبق، اوكي، او كنترول او في، انا قال لي يعني هذا اسهل طريقه، هاي مال كوبي وبيست، كوبي وبيست مثل ما هي بالوورد اخذناها، مثل ما هي بالباوربوينت نفس الشيء تقريبا بالاكسل، ما عدا البيست اوبشن راح يختلف. اجي احددهم السيلز، شلون احددهم؟ ليفت كليك وعليهم اثنيناتهم، بس تحددوا ليفت كليك، اروح على البلس بالكورنر، لو تشوفون كورنر، رايت كورنر، داون رايت كورنر، وادوس دبل كليك، سوالي ثاني، سوالي فور سيريز. عندكم اوتو كومبليت، اوتو كومبليت ما هاي تفيد مثلا من عندك اسامي، يعني شلون اكثر يفهم، مثلا اقول شيء مثلا مرسوي اتسون اريد اجمعهم، حسين الشيخ لاست نيم مع الفيرست نيم، لاست نيم مع الفيرست نيم، فاذا انا بلشت هنا كتبت الشيخ حسين، فلان كان يقول هذا نيم هذا لاست نيم، لاست نيم هذا شنو شو تسمي هذا فيرست نيم، نسميه فول نفس هذا الشيء. من ابدي انا ادرس البيانات، شوف هذا ها هذا هنا هذا اوتو فول، من نوع من جوجل، انا بس كتبت جابني اقرب كلمه موجوده، الشيخ حسين شاف اول حروف، اذا راح اقبلها ادوس انتر اقبلها، شوف جوجل دخل اياها، لا ما اريد اني غلط مو هي، فاسوي لك كنسل الموت تساوي تدخلت بيانات هوايه الاكسل بعد فتره، من اجي اكتب هنا مثلا هنا قيسي محمد مثلا، فمن اجي هنا اكتبها بعد فتره بعد ما انا كاتب هوايه بيانات، هاي مسوي فورمات تيبل، اجي بس اكتب انا الكيسي، هو جوجل يعطيني سجشن محمد، فادوس انتر يطلع، هاي يسميها اوتو كومبليت، هاي طبعا ما تصير، يعني ما تصير بالبدايه، يعني لانه عندي بيانات قليله،
الاكسل بعده ما ياخذ يعني هاي بريدكشن، يبدي يتعلم ويصير ليرنينج، يتعلم بالبيهيفير مالت التيبل ماله، هو من عنده يقوم يسوي جنريز للفانكشن حتى يساعدك ويسميه. هذا يسموها فلاش فر، هذا يسميها شو اسمه بلوت كومبليت اصلا. اعطيكم هنا مثال عليه نفس الشيء هذا، وهذا فوق ويكمل ويدخل بيانات هو بالاوتو كومبليت. شفتكم بعد هنا اي عندكم الاوتو كومبليت من اي تشيل شغلات مثل اصفار اصفار يشتغل عليها. الكوبي والبيست هاي اخذناها، بقى عندنا بعد ماكو شفتكم بعد شنو شنو ما اخذناه هنا في فلاش فر، هذا هو الفلاش فر الموجود. طبعا قد يكون الفلاش فر والاوتو كومبليت هذول مو اكتف بالجهاز مالكم، شلون اسوي له اكتف؟ جينا شوف شغلات تخص السيتنج والامور، تروحون على فايل على اوبشنز، من الاوبشن تروحون على ادفانس اديتنج. شوف انا هسه اسوي انيبل فول هاندل مكتوب اوكي، دراج اند دروب سوي انيبل موتور انيبل زين اوتوماتيك فلاش فر اوكي موجوده هنا سوي انيبل اوتو كومبليت موجود عندي في هذني كلهن اذا مسويهن انيبل تاكد من عندهم فراح يبدي هذني فانكشنز تشتغل. فهي عباره عن يقرا البيهيفير الموجوده عندك ويشتغل عليه، يعني نوع البيانات تبتدا هنا ايش تسوي، هي عباره عن هذا في اوكي دخلت فراح يبدي يسوي لك سجست شوف شيء يخص هذا الكولوم يبدي يدخل لك فيه البيانات عباره عن هذا وهذا دمج. هذا اريد ارتبك الديزاين كتيبل عدده تسوي ثيم تيبل او ديزاين تيبل كنترول ال فاقول لي ارنج مال تيبل مالي وير ذا تيبل اوكي انا اريد من البي 23 البي 26 اوكي هذا صار تيبل اوكي هذا الكولوم بمثل نوع من الفلتر شو مكتوب به شغلات كذلك هاتي اكو الطريقة مو الكنترول هاي اوكي خلي كبرها احدده سلكت طبعا شلون احدده هاي التحديدات يعني المفروض من يدك تاخذ على الكيبورد ليفت كليك وتروح على المكان اللي تريده تحدده تظل دايس ليفت كليك تروح اكو فورمات از تيبل جاي شوفون وين هوم تاب فورمات از تيبل راح يعطيني كومن نوع من الفورماتنج هذا هذا ما شاء الله اوكي واضح يعني شلون سوينا تيبل واضح يعني طلاب تيبل شلون صار واضح دكتور اكو استفسار لحد الان الماده واضحه واضح المادة؟ اي نعم بس اخذت بس المفروض تعرف الفرق بين الفلاش فلاش فول والاوتو كومبليت والفول سيريز والاوتو فول هذول هنا كلهم هاي المادة يعني الشابتر انا طبعا ما امشي على الكتاب انا امشي على المادة اشوف شنو وش منطق بالشابتر اشرح لي اوكي ورك اوكي موف داتا اخذناها اللي كوبي تقدر تسوي عملية كوبي مو ولا كات هذا اريد انقله اني اوكي هذا احدد البيانات مثلا اقدر احدد سيلز معين كنترول سي ارجع هنا اوكي احدد كنترول سي كوبي كنترول في نقلتها او اقدر احدد رو معين او اقدر احدد كولوم معين حسب ما اريد أنا شريط يعني حسب طريقة التحديد مالي هذا كل الكولوم أنا أريد أحدده كله كامل سوي له كوبي مالتيبل ستار
اجي هنا اريد الكوبي من عنده، ما اريد انقل، اريد كوبي من عنده. اروح اجي ليفت كليك برايت كليك اسفه واختار نوع بيست مال كذا فورمات اريده، بس نقلته هنا. اكو موضوع جدا مهم، اني هسه هذا الكولم شنو عباره عن ايش؟ روان كولم مو تيبل. مرات تصير عندك شغله تريد تعكس، تريد تعكس بطريقه بانه مثلا هذا الكوبي سويت له، هذا اريد اسوي كولم تيبل وتيبل كولم، يعني اعكس. شلون تعكس؟ مرات تحتاج تقول اني شنو غلطت، لا مو الشكل، اذا اعكسه يصير اوضح او احسن بالنتائج مالي. ترجع تعيد كتابته مثلا، واحد يقول شلون؟ هسه هذا كولم، هذني كولومز، هذني روز. اوكي انا اريد اعكس، اريد اسوي كولوم روز، روز كولوم. بكل بساطه الاكسل منطق ريتشارد ديتا، يعني تحددها تروح على المكان اللي انت تريد تشتغل عليه. فنفرض تريد على نيو شيت، حدد المكان، رايت كليك، تروح على ترانسبورت، سوري ترانسبورت، ترانسبورت نقل لي اياها، غير لي العمود كولوم، صار كولوم، بس كولوم صار روز، روز صار كولوم. شوف هسه هذول صاروا عندي الرو، كوستمر اسمه، المانث جانوري، كاتيجوري اوكي، الاماونت الجيت، الجيت الجيت هذني اماونت، ويت الجيت فاينل، انا اكسب كل هالطريقه. واضح الفكره؟ راح اسويها هنا حتى تكون اوضح، شوف الفرق بين هذا وبين هذاك. حدد اسئله، حدد المكان، كوبي، اريد اعكسه، اسوي كولوم تيبل، ها بعرف بالبيست، اكو هنا موجود اسمه ترانسبورت. يو كنترول تي نفس الشيء، بعرف شو اختلف. كاستمر المانث، المانث وين كان؟ سي، مو صحيح؟ كان سي 2، بس صار مانث، صار شنو؟ او او 3. هذا وين كان؟ دي كاتيجوري، وين كانت دي 2؟ هذول كلهم كانوا دي، تقول يا سوري صار حولوا او، اوكي حولوا كلهم على هذا الكولوم، لما كانوا كل واحد بهم واحد كولوم يختلف، بس هذول صار كلهم صاروا على كولوم واحد، الروز مال هذا الكولوم وكذلك. واضح يعني هذا الموضوع؟ هذا راح تحتاجوه وايد، شلون تنقلون تحولون، يعني انا بدي شور يو ويل نيد ات سام تايم نصبي. اوكي يعني ما عندكم سؤال تقدرون تفضلوا، عنده سؤال دكتور؟ بس دكتور بس عندي سؤال، شلون نجمع الاثنين سوا؟ هذا بالاوتو فور بدي اقول لك، هذا من الدخلين بيانات، قصدي بالاوتو كوم، بالف بال بالفلاش كونفرنس، هذا بالفلاش فل عندك راح يبدي داخل، هذا من الداخل بيانات عندك هواي، يعني من يكون عندك تيبل بهواي بيانات، تيبل يعني مو هالقد بي مثلا اسمين او ثلاثه من داخل، بي مثلا خلينا نقول 20 اسم، وراح يبدي هو، فهمت شلون؟ يفهم الفايل ويبدي هو، نعم دكتور فهمت. يعني شو هسه هنا من دا اكتب اي، كتبت A A L Q I S Y A L، بس بعد بس كتبت قبل اقترح لي بعد شو؟ يعني كتبت هيك كلمات قريبة للفوق هاي فاقترح لي ناهم من نفس الشيء، فبعد فترة من يشوف هو راح يفهم هذا الكولوم عبارة عن هذا الكولوم ويا هالكولوم، راح يبدي هو يقول لك تريدين هالشكل تسوي الشيء، تقول لا ما في شيء، بس لازم تكون سويته له، سويت له انيبل من السيتنج مالك من الاوبشنز. بعد
استفسار قبل ما تروحون عندكم هوم وورك، طبقوا بالمختبر هذا لاني طبعا هذا من عندكم نفس الوورد تذكرت اللي هي عندكم هذا اللقب مثل الوورد تذكروا ممكن ناخذ بالاول باوربوينت ترانسليت اذا تريد تغيرها او سمارت لوكاب تريد تطلع الديفينشنز مال هذه الكلمه وشنو معناها سبتمبر يعني سوي لك سيرش على الكلمه هاي او اذا تريد تسوون هو من نفس الشيء بالليفت بالرايت كليك ترانسليت من يعطيك في الدكشنري تحدد اللانجوج وشنو معناته تقدر تغيرها على غير لانجوج حتى تفهمها اكثر من لانجوج هاي كلها موجوده سبتمبر و والله ما تخلونها فيك هاي كلها انتم ماخذيها بالورد يعني المفروض ظل عندكم هاي اخر شيء عندكم هذا يعني بالاكزرسايز تجون ماده موجوده نزلوها من البروفايل الاكاديمي مالي اللينك موجود بالبروفايل الاكاديمي اصلا اللينك موجود بالجوجل كلاس روم منين تنزلون موجود حتى من بالسلبس موجود بالبوك عن ليكتشرز اللينك مال المحاضرات بدون تنزلوه اونلاين موجوده اكو فايل راح تشتغلون عليه هذا الفايل فولدر هذا الفولدر شابتر 2 اوكي الفايل شو اسمه هذا انتر ديت انتر ديت هذا الفايل اوبن فايل انتر ديتا ورك شيت اكسل واشتغلوا طبقوا عليه هذين الخطوات بالمختبر عندكم هذا الاسبوع اوكي وراح احتاج منكم جزء لكم جزئيه اوكي يعني خلصوا هذا الاسايمنت البراكتس فايل اشتغلوا عليه البيانات وين تلقوها من حتى تشوفكم اياها هنا موجودة يعني تجون على الكلاس كورس وورك ليكتشرز اند بوك هذا من فوق هذا اللينك تدوسون على اللينك موجود عندكم هذا الكتاب صفحة مالها الالكترونية تدوسون على الداونلود تشوفون راح ينزل عندكم فايل سيف فايل تفتحون الفايل تروحون على تشابتر 2 open هذا تروح على chapter 2 حتلاقون فايل اسمه enter data لانه شغلهم نفس الاسم ده يعتبر اوكي يعني عرفت اني تاخذون الماده مالكم المحاضره المحاضرة وين موجودة؟ موجودة بالبروفايل الأكاديمي ما أدري وينه. موقع الأساتذة تفوتون على موقع المحاضرات حتلاقوها موجودة عرض المحاضرات هاي. شنو؟ الرابط أنزل بالكلاس؟ ليش الثانية منين طلعت؟ مو هذا الكلاس؟ سؤال عيني. الرابط مو هذا الكلاس؟ مو هذا الرابط من الكلاس؟ منين أنت؟